المتركة تدخل من تحت نورمال. إبراهيم شاب كثيف رفع لواء التحدي في وجه إعاقته البصرية بممارسة مهنة الميكانيكي، فبمجرد سماعه لصوت محرك السيارة يدرك مباشرة مكان العطب. لو كان نلقى جراج لو كان يعطيني جراج لا 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 جراج الرونز ترزق فيه رحمة ربي يا أخويا. الجراج هذا وضيق مكان والو، مش راح يقاري هذه قاري سبارك، هي قاري سبارك فرات، هذا مكان يقاري كيوكي مش راح يقاري. هذا الشاب اليافع استطاع في ورشته الصغيرة والتي تخلو من تجهيزات ومعدات العمل أن يستقطب عددا معتبرا من الزبائن بسبب قدرته على تصليح جميع أنواع أعطاب السيارات. قلت له يا ولدي خدمت لي وأني خسرت معاك يا ولدي ومازال يسيح زيت. قال لي والله ما فهمت، أمشي برك قال لي بشوية بالطول يتنحي. أمشي ما كانش ما كانش شرف إبراهيم. حط دو جوان حط لاكول هذيك تقول شكيت الرب ما زدتش الفطرة. والله ديتها الميكانيسيان لهنا طريق اللور ما كانش ما لقاش، قال لي ريفيزيها والامور كي جبتها عندي ولقاها مشكل خفيف ما على باليش شو هو المشكل بصح الحمد لله تري جلاس. الإرادة والعزيمة تتحدى الإعاقة هو حال إبراهيم الميكانيكي الذي يأمل في حصوله على ورشة كبيرة لاستقطاب عدد أكبر من الزبائن.